طيب يا مصطفى، يعني عايزين نشوف المحاولة للتلحين. احنا بصراحة يعني لدينا تعاطف مع مصطفى وعاصم وياسر تمتام، وبنفتكر منهم بيلحن وبناهم يعني بيجيبوا شعير وبحاولوا يعني انه يفتحوا طريقهم وكده. نستمع يا مصطفى لمحاولة التلحين يعني. هديك الليلة اشوف الغربة ماشية شوي، هديك الليلة اشوف الغربة ماشية شوي، وانا البطارة من عينيها ما اشوفني تنادي علي، وانا البطارة من عينيها ما اشوفني تنادي علي، وانا البتشابة فوق ليل الهيمة، انا المشيارة فوق ليل الهيمة، كان الغيمة تشفى لي بحاضني وتحلق فوق ديارنا العمر تسرح بي. فوركم انتو يا اهلي ديري بنغاسي مليان شوق بيضعن في قلب الحي، وكيد عدت ما بيتنا بيتنا، ودموعكم تجيري تصرخ وي بحس بجريها في طلوعي، انا بحس بجريها في طلوعي، وتعصر في كبدي شديد 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 وشديد وما شوي، بحس بالخطوة تبقى تقيلة، أنا بحس بالخطوة تبقى تقيلة، بحس بالخطوة تبقى تقيل تقيل، أريت الدنيا ترجع بي ألاقيك يوم ما ولاقي الخالة، ألاقي العم بيقول لي ودعتك الله، وضبطني قريب ترجع تاني تضوي مثل الضي، وسكت خطايا وشلت حنانكم الغالي حفظته بين يدي. هديك الليلة اشوف الغربة ماشية شوي، وانا البطارة من عينيها ما اشوفني تنادي علي، وانا البطارة فوق الغيمة، انا البطارة فوق الغيمة، كان الغيمة تشفى لي تختفني وتحلق فوق فوق ديارنا العمر تسرح بي.